لطالما كانت الحكومة محل انتقاد لفشلها في تحصيل الضرائب في حين تبحث عن موارد مالية أخرى، لكن المسؤول الأول عن قطاع الضرائب يفند ذلك بلغة الأرقام ويصحح أن المبلغ غير المحصل لا يتجاوز 2000 مليار دينار، وأقر بصعوبة تحصيل الضريبة على الأجر من المؤسسات. الكوفرمو راهي وصلنا 3000 مليار دينار كجباية عادية، ماهوش تعرض ضريبي ولا بواقي التحصيل. في بواقي التحصيل الضريبة بالمعنى الأتم الصحيح لا تتجاوز 2000 مليار دينار جزائري. جو فو راسور ميم افيك دي زادمينستراسيون لو ريفيرسمون تاع لو ار جي سالير ني با فاسيل، والله دي فوا نجربش نريكوبيري. كإدارة نروح نحوس أنا على المبالغ الكبرى ولا روح نتبع مواطن بسيط اللي خرج له 10000 دينار وقاعدة هكذاك في الحسابات تاولا بواقي التحصيل؟ ما نغلطوش روحنا، ماهوش أمر اللي راهو يعطي صورة على عدم جدارة الإدارة. 8000 مليار دينار قيمة الغرامة الضريبية لمخالفات السائقين أو التجار ومتعاملين اقتصاديين يتحايلون، غش ضريبي في مواجهة الجهات القضائية. هذا يتعلق بحوالي 8000 مليار دينار جزائري فيما يخص الأفراد ولا الغش الضريبي. ولا الغش الضريبي على بالكم باللي واحد اللي موالف الغش قد ما تغير له القوانين قد ما الآخر كل يوم يسيت تضبط. احنا أوفر مزور نقول قلوب باب الاخر في هذا القانون الماليه، وطعنا بليزيور غارد فو، زدنا عده اجراءات اضافيه باش نزيدوا الاخر. مثلا يروح كاين نكذبوا على روحنا، كاين بعض المتعاملين يروح يشري القائمه تاع الناس اللي راهي في الفيشي تاع الفرودور ومن بعد يدير لك القائمه تاع الزبائن تاعو منها. الحكومة تقر تسهيلات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات المعترفة بديونها الضريبية، إجراء تحفيزي لترقية المؤسسات الجزائرية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد.